السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناه. كنتمنى ان شاء الله تكونوا في صحه جيده وتكونوا بخير على خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. واليوم ان شاء الله غادي نوجد لكم واحد البغرير اللي كيجي ناجح 100% وكيجي لذيذ وكيجي خفيف وكيجي هكا مهوي. وغادي نعطيكم السر باش كينجح لكم. الا ما تينجحش لكم هكا البغرير راه غادي ينجح لكم بدون سمي، بلا ما نديرو السميده، بلا ما نديرو الدقيق الابيض، كنديرو الفينو فقط. واحد الكميه كيعطينا كثيره، يعني عندي ثلاثه الكيسان ديال الفينو. كيف ما قلت لكم غادي نعطيكم السر باش كينجح. عندي الفينو بحال هكا اللي كيكون الدقيق الصلب وكيكون رقيق، وكندير الملحه، كندير واحد 4 غرام ديال الخميره. الخميره ما تنقويوش لان دابا الحال سخون، يعني واحد نص معلقه صغيره. وكندير واحد الكيس ديال الخميره الحلوه، واحد الكيس ديال السكر فاني. هذا التنسيم فقط، نقدروا نسمو باش ما بغينا. وكندير الخل وكندير الماء دافي. وغادي نعطيكم القياس اللي غادي يهز هاد ثلاثه الكيسان ديال الدقيق الفينو. حنا هنايا الدقيق الفينو راه نخناه من قبل، كنعاودو هكا في التغربيل. كدير هنا ثلاثه الكيسان، نتوما شفتو معايا الدقيق اللي كيكون هكا رقيق. وغادي ندير الخميره كيف ما قلت لكم واحد 4 غرام. كندير كيس ديال السكر فاني، وكندير الملحه حسب الذوق، كندير هذا الكيس غادي نخليه ديال الخميره الحلوه هو الاخر، هو والخل. وغادي نبدا تنعبر الماء، غادي نخلط النواشف، كنعبر الماء بالكاس اللي خدينا به الدقيق. هنا ما درنا لا دقيق ابيض لا سميده، وغادي تشوفوا كيفاش كيجي، كيجي رائع. كندير الكاس الاول، غادي ندير الكاس الثاني، وكندير الكاس الثالث، وكندير الكاس الرابع، كنضيف النص ديالو. غادي نخلط هكا بالفوي، غادي نزيد نص كاس، كنكمل الكاس الرابع. هنا راه غادي يهز معنا 4 الكيسان اونص. كنضيف الكاس الخامس، كل ما تنضيفوش كله دائما على حسب الدقيق واش كيتشرب. دائما في الكؤوس الاخرين كناخذوا بعين الاعتبار وكنشوفوا كعيننا ميزاننا. هنا زدت نص كاس، صافي راه هذا هو القوام اللي خصو يكون. وهنايا الا عندكم هاد الضراب بحال هكا الكهربائي، الا ما عندكمش كديروا في ماكينه العصير وكطحنوه واحد 5 دقائق كيبقى يتطحن. الا عندكم هاد الهشوار بحال هكا او هاد الضراب، نديروا هذا راه كيطحن، هو راه كيتطحن ماشي كيتخلط. يعني كنطحنوه مزيان، كنخليه يتطحن واحد 5 دقائق وانا كنطحن حتى كتبدا ديك الكشكوشه هكا كطلع ودوك الفقاعات كيبداو يتحلو. شفتو معايا راه كنخلط وكندور بحال هكا باش كيتطحن مزيان. هو السر ديالو هو كنطحنوه مزيان وكنعطيوه القياس ديالو ديال الماء. من بعد غادي نضيف، بعد ما ضربنا ديك 5 دقائق بالضراب الكهربائي، غادي نضيف هنايا الخميره. والخميره كنخلوها باش الا كانت شي حبيبات ولا هذا ما تبقاش متكتله. وكنضيف واحد نص معلقه ديال الخل، معلقه صغيره، صافي. وكنبدا نخلط. بعد ما كندير هاد الخميره راه كنخليها واحد 4 دقائق ولا 5 دقائق تاني وانا كنطحن بحال هكا. كيف ما قلت لكم السر ديالو هو الا ما نجحش لكم وما دارش دوك العوينات بحال هكا ما حلهمش، يعني راه ما مطحونش مزيان. وكنطحن مزيان، كنستمر عليه بحال هكا في الطحن. هذا سر من الاسرار ديال البغرير، كنزيدو بحال هكا كنطحنو مزيان. من بعد ما كنطحنوه صافي غادي نحيد، راه طحناه مزيان. نتوما شفتو دوك الفقاعات راهما طالعين، صافي غادي نحيدو دابا الضراب وغادي نغطي عليه واحد 5 دقائق. ما نسربيوش به، يعني شفتو الماء اللي زدت من فوق 4 الكيسان،
ما نسربيوش به. ديك الساعه كنبداو دائما الا بغيتو البغرير ينجح معاكم خليه واحد 5 دقائق حتى كيرتاح صافي. وكتفاعل الخميره ديال الخبز، يعني خميره الخبز راه كتبغي شويه تخمر. نتوما شفتوا القوام ديالو كيفاش داير. انا غادي نديرو هكا في هاد الكرف اللي كيساعدني دغيا كنوجد به باش ما كيبقاش بحال هكا يوسخ لينا بحال هكا الجوانب او كيوسخ لنا المقله. كيجينا هذا ساهل بحال هكا. الا عندنا شي كرف كندير العافيه متوسطه وكنحط هاد الحديده بحال هكا، كنحط المقله باش كتبدا تسخن، كنخليوها حتى كتسخن. انا غادي نبدا معكم في الاول وغادي تشوفوا البغريره الاولى راه ناجحه. نتوما شفتوا معايا كنضيف هكا بهاد الكرف وكنضيف واحد الكميه قليله، كنبدا ندور بحال هكا المقله وكنخليها كتبدا بحال هكا كيتثقب، ولكن العافيه تكون متوسطه او كثر شويه. يعني الا ما كانت العافيه ثقيله ما غاديش ينجح معاكم. هذا السر حتى هو من الاسرار، يعني الا كانت العافيه بحال هكا ما مجهداش راه ما كينجحش معاكم. صافي هنايا راه طابت البغريره، غادي نضيفوا الثانيه. راه دغيا كنوجدوه ما كيتعطلش معنا وما كياخذش معنا واحد الوقت وجيز. كتجيو بحال هكا كنصيبو بالراد ديال اتاي وكنوجدو هكا الكوتي حتى كيوجد لينا البغرير ديالنا. هانتوما شفتو كيفاش كيجي مخرق. ندير معكم الثالثه. هنا غادي ندير معكم واحد الكميه اللي كثيره باش تشوفوه يعني راه ناجح، يعني راه كيجي ناجح 100%. شفتو راه مخرق. وسمحوا لي على الازعاج ديال الكوكوط. بحال هكا كنزيدو البغرير ديالنا كيطيب. انا كنوجدو بحال هكا في الصباح وفي العشيه كيكون هكا موجود الوقت اللي كنوجد الغداء راه كنديرو حدايا هكا كنوجدو ما كيعطلنيش. في العشيه كنلقاوه موجود. غادي نزيدكم واحد السر من الاسرار باش ما يتعجنش وما يجيش ليكم هكا كم يعني بحال كيجيكم فازق. نتوما شفتوا البغرير كيفاش كيجي، كيجي رائع ودغيا كيتخرج وحده تابعه وحده، يعني ما كيخسر ما والو. نتوما شفتوا كيفاش كيجي. هنا راه عطانا واحد الكميه 3 الكيسان، عطاتنا كميه كثيره ديال 24 بغريره. نتوما شفتوا معايا كيفاش ها هو مستفاه وكيجي خفيف. والسر ديالو هي كنديرو هكا واحد الوصله ديال العود وكنفرشو لها واحد المنديل وكنحطوه راه ما تيبقاش داك ما كيبقاش فيه داك العرق وما تي ما تيعرقش بعد ما كيطيب. هانتوما شفتو كان بحال هكا كنضغط عليه بيدي ما تيخسر ما والو، يعني راه ناشف البغرير ديالنا وكيجي هكا مخرق. كنسرحوه بحال هكا في الاول ما كنحطوش وحده على وحده. صافي دابا بعد ما برد كنجمعوه، يعني دابا راه ناشف كيف ما قلت لكم. صافي غادي نجمعوا البغرير ديالنا وكنديروه في طبق التقديم بحال هكا كنزينوه. كيجي من اروع ما يكون البنات، وجربوه وردوا عليا في التعاليق وجربوه بهالطريقه وردوا عليا كيفاش غادي يجي. وكنقول لكم بالصحه والراحه، ولا عجبكم الفيديو الله يجازيكم بخير، ما تنساوش ليا تعليق زوين، ما تنساوش ليا لايك، ما تنسوش واحد البصمه اللي تحطوها هكا في القناه باش بحال هكا نبقى نزيدكم بحال هكا من هاد الوصفات. وكنقول لكم بالصحه والراحه وجربوه وردوا عليا. وغادي نقول لكم بالصحه والراحه كيف ما قلت لكم، وغادي نخليكم مع الصور. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.